ولسه هل كل ما ذكر في السنة من فضائل وأجور للصيام يشمل الصوم الواجب والمستحب؟ وإذا كان الأمر كذلك فإنه أشكل علي تخصيص باب الريان للصائمين، فكل المسلمين يصومون الصوم الواجب. نعم، الصيام كل ما يشرع في الصيام الواجب يشرع في النفل من المستحبات ومن الآداب. وأيضا كون أهل الصيام يدخلون الجنة من باب الريان يقول أشكل علي، لأن كل المسلمين يعني يصومون. طيب لماذا لا يدخلوا الجنة إذا كان كل المسلمين يصومون؟ هل تستكثر على الله أن يدخلهم الجنة؟ نعم، كثير ممن يدخل الجنة يدخل الجنة بصيام رمضان، وأي إشكال في ذلك؟ ليس هناك إشكال، وليس هذا دليل على أن الذي يدخل باب الريان هم ممن يتنفل بالصيام، بل لو أن الرجل صام رمضان ولم يتنفل بصيام يوم واحد فإنه من أهل الجنة. نعم.